65 فيلم خيال علمي واكشن ودراما، انتاج 2023، متوفر اونلاين للمشاهده. مده الفيلم ساعه و30 دقيقه، يصلح للمشاهدات العائليه. هل الفيلم مشاهده ممتعه ومشوقه، عابره لمغامره مليئه بالقتال لاجل النجاح، ام سرد تقليدي ممل يمكن التنبؤ به؟ قصه الفيلم مبنيه على سرد مثير للاهتمام، وذلك لارتباطها بفتره انقراض الديناصورات من سطح الارض. قصه الفيلم قبل 65 مليون عاما، واجهت احدى حملات اكتشاف المجرات والكواكب عاصفه غير مسبوقه، وسقطت سفينه الفضاء على الارض مع اثنين فقط من الناجين، محاط بتلك الديناصورات التي تملأ الكوكب. السيناريو والحوار اضعف عناصر الفيلم. السيناريو سطحي جدا، مفيش حبكه ولا تعمق، على ان من الممكن ان قصه الفيلم يطلع منها حبكه متميزه، ولكن السيناريو في الفيلم فضل السطحيه، اعتمد بشكل كبير على ان القصه بشكل عام مثيره للاهتمام. يوجد قصور عديده في السيناريو، فمثلا في النصف الاخير من الفيلم هيجيلك شعور بمحاوله السيناريو الدفع بالفيلم لمنطقه ذهنيه مشابهه لأكوايت بليس، حيث درجات الترقب والتوتر على اشدها، لكن التحدي امام الابطال هم الديناصورات، واستخدام الديناصورات كخصم شرير ليس الخيار الامثل لدفع الابطال والقصه للامام، لانه ببساطه لن يكون هناك خوف، وموجب ذلك فشل عنصر التعاطف والترقب تجاه الابطال. الحوار قليل في الفيلم، وده شيء جيد انه اعتمد على الصوره بشكل اكبر، وتطور الدراما بين بطلين العمل غير مقنع ومتسرع. الاخراج والتصوير والاضاءه، الاخراج اعتمد على اسلوب تناول المفاهيم والصور بالطريقه المعتاده التي تتبعها معظم الافلام التي تنتمي لفئه اعمال القتال لاجل النجاح. التصوير جودته عاليه جدا، يوجد ابهار بصري مميز خصوصا على مستوى المؤثرات البصريه والجرافيك الممتع جدا. الإضاءة متميزة أيضا، والاعتماد على ضوء المكان كانت جيدة جدا. الإخراج مليء بالتكوينات المتميزة في كل مشاهد الفيلم. الموسيقى اختيارات ملائمة للجو العام للفيلم. المونتاج قطع سلس بدون مشاكل. الديكور متميز وواضح جدا، الميزانية العالية للديكور المبهر. الممثلين اختيارات مناسبة لأدوارهم، وتمثيل بطلين عمل جيد بدون مشاكل. الفيلم بشكل عام متوسط المستوى، يعيب السيناريو السطحي بشكل كبير. الإبهار البصري والجرافيك المتميز مضمون. فيلم أكشن وإثارة مقبول، مع لمسة من العلاقات العائلية وغريزة البقاء، وهذا لا ينفي وجود الاثاره لمواجهه بعض الديناصورات المخيفه. يركز على التصرف بناء على الغرائز البدائيه، وبرغم من ذلك يؤدي الى قصه خيال علمي تترك الكثير من الاسئله المثيره للفضول بدون اجابه. وكنت اتمنى ان يكون هو ده بس الجزء الاول، ويكون في جزء ثاني للاجابه على هذه الاسئله، لانه يقدم مقدارا جيدا من المواجهات الترفيهيه بين الوحوش والبشر. تقييم للفيلم هو 5 من 10.